هو بهذه المبادرة التي يعني وضع لها عنوان الشباب الواقع والآفق. فبطبيعة الحال يعني أن الحديث يعني كمنظمة شبابية الشبيبة الفاضلة نحن في بداية التأسيس، الحزب حزب سنتي ابتداء، فلذلك بدايتنا نؤسس لنحاول نؤسس تصوراتنا للتصورات بطبيعة الحال نستقيها من التاريخ المغربي وكذلك من تاريخ التجارب السابقة في البلدان العربية وحتى في البلدان الغربية، إلى أننا يعني نقرأ هذا الواقع كذلك من خلال هذا التصور لكي تكون لنا رؤية واضحة في المعالم كي نضع لها خططا تحقق لنا الأهداف المنشودة. بطبيعة الحال يعني هاجس ونحن نصيغ هذه التصورات كان لدينا مستمرة، بحيث أن هناك في العقلية والذهنية السلطة المغربية وكذلك حتى عند النخب السياسية وكذلك عند قطاع كثير من المتنفذين في المغرب أن هناك مغرب نافع ومغرب غير نافع. لذلك نحاول ما أمكن أن نحدث القطيعة مع هذه الفكرة، وذلك من خلال أننا قد رشحنا يعني في وكيل لائحة الشباب يعني من مدينة وجدة، وحتى أن الحزب أساسا يعني أغلبه من مدينة وجدة. بطبيعة الحال نحن في حزب ذاتي نعي أنفسنا جيدا، نعي حضورنا، نعي قوتنا، لكن لدينا الأمل بالمستقبل. هذا الأمل بالمستقبل لسنا سنصيغه اطلاقا من شعارات او شيء من هذا القبيل او ذاك، ولكن من اقتضاء من وضع خطط منهجيه دقيقه من اجل استشراف المستقبل ووضع قدمنا فيه لكي نكون قوه سياسيه بارزه. هذا مطمح بطبيعه الحال عند هذه الشبيبه، وذلك مطمح يعني مشروع. حينما يعني نتحدث عن الشباب المغربي او عندما نتحدث يعني عن واقع الشباب، يعني تاتي في اذهاننا مساله الظاهره المكتسحه ليس في المغرب فقط ولكن في العالم العربي ككل، وهي ظاهره العزوف السياسي. هذه الظاهره يعني حينما يتناولها للاسف الشديد بعض من المحللين والخبراء بحسب يعني ما اطلعت عليه، يعني نجد من انهم يكرسون نفس الافكار المتداوله في الشارع، بحيث انهم يعزون العزوف السياسي يعزونه الى الاستبداد والى الدكتاتوريه والى كل من هذه العوامل المتداخله، وكذلك الى الزعامات المتمشفه على القيادات والتي لا تضع يعني تفتح مجالا لهذه الشباب لهؤلاء الشباب لكي يعني يكون لهم قدم صدق في المواقع سواء في الحزب او في مواقع الدوله كوزراء الى غير ذلك. المهم في مسألة العزوف السياسي كظاهرة هذه، إنما نحن في رؤيتنا ننظر إليها على أساس أن الدافع وراء هذه الظاهرة هو عامل ثقافي وعامل نفسي، يعني تتكافئ هذين العاملين من أجل إنتاج مثل هذه الظواهر. فنجد مثلا حينما نجد يعني امتناع الشباب يعني عن الدخول إلى الأحزاب السياسية على أي اعتبار؟ على اعتبار ان هذه الاحزاب يعني قد فقدت مصداقيتها، على اعتبار ان هذه الاحزاب يعني قد فاتت صلاحيتها وانتهت، على اعتبار ان هذه الاحزاب يعني مجرد كراكيس الى غير ذلك. وهذا الامر صحيح وهذا وصف للواقع، لكن هل وصف الواقع يحلو بنا الى ان نجلس ونصف الواقع ثم نكتب الايات امامه، ام يحلو بنا الى اننا يعني نشمر على صلاحينا من اجل تغييره؟ فلذلك حينما نتحدث عن الشباب نتحدث عنه كركيزة أساسية في التغيير، بحيث أن على كاهل الشباب يتأتى صنع المستقبل، فبدونهم يعني بدون الشباب لا يصنع المستقبل. فلذلك يأتي حديث عن الشباب والاهتمام عن الشباب. بطبيعة الحال هناك مؤسسات أو أحزاب سياسية تهتم بالشباب يعني في المواسم الانتخابية، وحق لها ذلك ضمن ظرف سيء عند المجتمع أن الأحزاب فيها وصوليين وفيها انتهازيين وفيها كذا صادق. على اعتبار ماذا؟ على اعتبار أن هناك نوع من الانسحاب من الساحة السياسية لمجتمع الشرائع الفئات المغربية.
المغربية، وكذلك بالنسبة للشباب الذي يعني نسبة تعتاده يعني يفوق ربما 65% بحسب الإحصائيات الأخيرة. إذا كان هذا التعداد لا يشترك سياسيا، لا يحترم سياسيا، أقول العنصر السياسي إذا ما فقط على إقلاعه على مسألة الاستبدال، على مسألة أنه يعني الأحزاب السياسية تركز لغير ذلك من هذه المقولات السائدة، ولكن في تصوراتنا نحاول ما يمكن أن نحلل ونشرح هذه المقولات لكي نقول فيه كلمتنا، على اعتبار أننا نرى بأن انخراط الشباب وكذلك حتى المجتمع المغربي في المجال السياسي انخراط سيكون انطلاقا ممن سيقدم الخطاب السياسي القوي، خطاب لا محاباه فيه، لا مداهنه فيه، ولكنه خطاب يحاول ما يمكن دراسه الواقع دراسه حقيقيه، ويحاول ان يقدم حلولا لا ترقيعيه ولكن حلولا جاده. لذلك نحاول خلخله الثقافه السياسيه ليس حتى في المغرب ولكن في العالم العربي ككل، بحيث ان تلك الافكار الموجوده في المغرب هي موجوده في المجتمعات، والمسلسلات المصريه والافلام المصريه كذلك، وكذلك المسلسلات يعني السوريه واللبنانيه ككل، هي تضخ هذه الافكار السائده في المجتمع وتزكيها. احد المحللين في المغرب اسمه الدكتور الاستاذ محمد وحمان يعني كتب كتابا في العزوف السياسي بالمغرب، للاسف الشديد قام باستطلاع للاراء وقام يعني بتزكيه تلك الاراء، لم يقم بتحليلها ولا شيء. اذا ما الفائده من ذلك الكتاب اصلا؟ وما الفائده من تلك الدراسه اصلا؟ العزوف يجب ان يعني يسلط عليه الضوء الكثير، لا على اعتبار اخذ هذه الافكار مسطحيه، على اعتبار ان ما يقال في الشارع هو الصحيح والمسكين، بالعكس من تمام ان الانسان يعني في طبعه يتهرب من المسؤوليه ويتجه نحو الخمول ونحو الراحه، فبالتالي يتخذ من تلك المقولات السائده في المجتمع على اعتبار ان الاحزاب فيها اصوليين، وهذا صحيح يعني اقول بين قوسين، ولكن على اعتبار ان الاحزاب فيها اصوليين وفيها الكازين وفيها كذا وفيها كذا، اذا فنحن يعني اختار الشباب واختار المجتمع كذلك، اختار وسائل فكريه مريحه يعني لا داعي لنا لان ننخرط في هذا المجال السياسي او شيء من هذا القبيل، بالرغم من ان المجال السياسي صعب جدا وللغايه، ولا يكاد تري احد ان يدعي انه بعزوفه ذاك قد حقق موقفا بطوليا ورشوليا، الا انه قد حقق في واقع الامر موقفا متهربا من المسؤوليه التي يعني تكتلف بعنقه. لذلك نرى من ان مبادره الشباب في الدخول الى المجالات السياسيه وبفكره وبفكر اعمى بالدخول في جميع الفئات السياسيه بحسب القناعات وبحسب المبادئ، او الدخول على تلك الاحزاب على اعتبار انها احزاب واحده ولا فرق بينها، بالرغم من ذلك على الشباب ان ينخرط. لما؟ لان هناك قوى متنفذه في المغرب تحاول ما يمكن ان لا ينخرط الشباب في الواقع السياسي وان لا يهتم بواقعه، وان كنت عازفا ايها الشاب، ان كنت عازفا عن المجال السياسي فعازف عن الاحزاب، عازف عن المشاركه في الانتخابات، فيبقى السؤال لما عزوفك اساسا لكي تطلع على ما يدور حولك وما يدور في واقعك في الواقع المغربي او في الواقع العالم العربي او في الواقع العالمي، ما السبب في ذلك؟ ما السبب في ان هؤلاء يمتنعون يعني على الاطلاق؟ طيب يعزفون كذلك على القراء، كذلك يمتنعون عن الزواج، هذا كله ان ثقافه العزوف لا تصب في السياسه فقط ولكن تصب في مجمل المجالات الحيويه الانسانيه، وعلى اعتبار ان المجال السياسي ليس سهلا اقول من ان المجال السياسي يشمل كافه ملاعب الحياه، فوجب الزاما دخول الشباب في المجال السياسي. هناك مساله يجب ان لا ننساها في تاريخ الاحزاب السياسيه، يعني شهاده اقولها ان الاحزاب السياسيه يعني النظام المغربي يعني في مرحلة من مراحله واجه بعد الاستقلال مباشرة يعني دخل في مواجهة مع الجنرالات الصفاهي، فبعد ذلك دخل في مواجهة مع الأحزاب السياسية فقام بتصفيتها، فقام بتشويهها، وكذلك قام بتشويه المجال السياسي، فأبعد فجرب الأحزاب السياسية من حقيقتها،
وساعده في ذلك الخطاب الذي قدمته بعض الأحزاب السياسية للأسف الشديد التي لم يعني لم تأخذ بعين الاعتبار تلك الميزات الأساسية والخصوصيات الأساسية عند الشعب المغربي. فبالتالي يعني الشعب المغربي نفرق من الأحزاب السياسية على اعتبار عاملين بما فعله يعني من النظام يعني من قمعنا غير ذلك في الثمانينات خاصة، وبما يعني أنتجته بعض من الأحزاب السياسية من خطابات لا تمت بصلة